Tech News. Tech News. في تك نوز لليوم باش نحكي على الايفون 8 اللي تستنى فيه برشا ناس واللي باش يتم اطلاقه في الاشهر القليله القادمه. اصدارات ايفون جديده باش تعمل بشكل افضل ضد الماء والغبره وباش تكون مقاومه للماء على عمق متر وفاصل 5 والمده توصل 30 دقيقه. نذكر اللي الايفون 7 والايفون 7 بلس يقاوموا زاد هما الماء اما في عمق متر وبرك. ابل حاولت في النسخه هذه على توفير مساحه كافيه للباتري اللي باش يدوم عمرها اكثر، بالاضافه لجعل التليفون هذايا مقاوم اكثر للماء والغبره. نذكر ليابل عبرت على نيتها زادة في السابق لتزويد هاتفها المقبل بالإكران بلايابل. تكنوز لليوم وفات موعدنا يجدد غدوة. سلامة، تقولكم استمانينا. تكنوز.